حسب ما نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل إيمائيات التنقل على هاتفكم سامسونج، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإدارات العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شريط التنقل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التحكم بالاهتزاز صوت النظام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيمائيات التنقل. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل إيمائيات التنقل، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.